انا اخي الكبير بعد المرات يصير بيني وبينها اكثر من كذا. سهله وش فيك انت؟ حرام عليك. تعليق خليك كمل. والله شوف انا احس ان الجاكيت ذا احس ان الجاكيت ذا الاحمر هو اساس المشاكل. يا بن دفنا يا بن دفنا هذا الاحمر دائما علامه الخطر من يوم لبس ذا الجاكيت ودعوه خربان. لا والله لا الا من كل ما يقول بسالفه يا فارس تسوي مشكله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله كل ما اقول تسوي مشكله فارس خليك تطقطق ولا تسوي تجيب سوالف جديه. خلاص هذا كذا جيت بسالفه جديه يصير الضرر. مو سوالف جديه مي جدي قصه حلوه والله بس والله بيريبيرك فيها ذيب وحركات. عاد تحب العلوق قبل اللي معه وتحمسوا معه. فارس تو قاعد يقول كلام جدي وماشينه بس انت لصرت موجود يضيع. ها بس انت لصرت موجود يضيع. انا لا لاني لا انت المشكله انت المشكله الحين مو بس. والله يا بن دفن الخوذه وين؟ ها الخوذه وين؟ اخوي مرحبا مرحبا يلا حبيبي كيف الحال؟ لكن والله يعجبك يا شباب يا شباب يا شباب لا الله اطلع يا شباب بتخلوني يا ابن دكتور يا بتخلوني اتكلم كلام جدي. خذ العميس رجعوه رجعوه يا شباب بتخلوني اتكلم كلام جدي لا تقاطعوني بندر انت يوم حد يقطعك التعصب لا تقاطعني رجاء قاطعتك الحين انت تدور قاعد ارتاح قاطعتك انا شو بقول شيء اكثر ما يقاطع انت عبد الرحمن وفارس الثلاثة اغفر النار خلاص لا غليل عقل ان غليل عقل والله اكثر ثلاثة تعال اسمع انا احترمك وعلى العين وراس لكنك ترمي التهم جزافا وش اللي قاطع عبد الرحمن انا اسمع تعال تعال والله العظيم معليش انا احترم واقدر لكن تقول سد التهم لا صدقي كلام بندر اي صدق صدق والله العظيم خلوه 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 اللي ما يقاطع لك والله العظيم انك حجبك يا بندر وبعدين تعال تعال تلف تلف بعدين الحق اللي يقاطع حول ولا قوة إلا بالله لا لا والله لا والله مزح يا رجل والله مزح يا رجل تكفون تعالوا والله مزح لأنكم مليون وين مزح الله أنا اليوم والله نقرك ما حتى في مزحك والله لك تجيب لك ما يكبر لك خشمك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رجل أنا بقول لكم شيء ما أقول لكم شيء يمكن أنتم تعرفون بعض بعضكم البعض أكثر مني فهمت ومحمد من المثل إحنا يومينا ما أعرف الا الزايد ما اعرف الا وائل الخواجي ما اعرف الا فارس ما اعرف الا بندر ما اعرف الا اللي خلفه ما ادري انا ما قلت اسمه وعبد الرحمن كلكم فهمت كلنا نعرفه باسمه هذا الرجال بيني وبينه معرفه قديمه فهمت اما الباقيين كلنا نعرفه باسمه فهمت وملتقاكم واخلاقكم ما حد يشكك فيها ونعم في ذمتي الله يسعدك اما واحد عنده اشياء خلف الكواليس قديمه بينه احنا ما لنا ذنب فيهن ولما دخل فيه ما هو كل شوي يتحسس من شيء ويقول انتم تشوفوني كذا انا ما اشوفك اصلا ما ادري بك من انت اعرفكم نعم خو صديق لي موت كل ما تكلمنا كلمتين بينت لي انك حساس ليتك تغير الموضوع ليتك تغير لا والله انا اتكلم جد ابد ما هو بوقته اسمع شو اسمع اعطونا سالفه يا رجل شفت ما هو وقته اعطونا لا جد ما هو بوقته محترم الشديد لك خله اعطونا سالفه يا رجل من عندك قصه يقول لا يا ولا شيء له لا بس دقيقه ترى ما في شيء تحت الكواليس ها يعني ما احنا كلنا احباب وخلاص مشكله او شيء هذا الكلام انتم ملقف ايه؟ عبد الرحمن صادق والله يا حسن ما في مشكله يا احنا لقيناكم وعرفناكم وعرفناكم اطالب طلبه وجه كلمه عبد الرحمن وفارس تكفى يا فارس لا تقطع كلامي انا كلامي واضح اني ما اعرفكم كلكم سواء طيب مخوتكم وحده بس بامانه بندق لا تعمل بين في الكواليس في شيء تحت الكواليس لا احباب انا ما اتكلم عن الكواليس انا اتكلم خلف الكواليس العمر كامل انا ما عرفتكم الا هني ما اعرف وش انتم فهمت اعرف اخلاقكم هني فلذلك اعاملكم بالمثل وانتم ما اتوقع بالمثل فهمت احنا نعامل الشخص كرجل ما نعامله كشيء ثاني فهمت احنا عرفت محمد عرفت ذي عرفت ذي كرجل بس فهمت؟ اما الامور الثانيه ما لي دخل، اذا اخطا علي محمد برد عليه. بسم الله. اذا ما اخطا علي قدرني اقدره. فلان بالمثل، فلان بالمثل، ما علي من اصله وفصله. فهمت؟ علي منه هو شخص. فهمت؟ الخلق اهم من كل شيء، فلذلك نتمنى الحساسيه ما شيء. ما في حساسيه. نتعامل كاخوان. فهمت؟ في حساسيه يا شباب؟ لا فيه. انت عشان كلمه الحلقه الاضعف. انزعلتني. طيب يا عيال. انا والله انزعلت. طالما انكم موجودين بس كلمه واحده، انا الحلقه الاضعف يا شباب كانت للمستقبل، والله العظيم ما قلت انا تو اقول لعبد الرحمن طيري واقول له 15 يوم قضيتها معكم ما عمري حسيت اني الحلقه الاضعف وانا بالمثلك كيف الحلقه الاضعف؟ ايش هي الحلقه الاضعف؟ لا انتهينا انتهينا هي كلمه ممكن طلعت مني اسيء
فهمها بس. انا بتعطيك معلومه ولا يعلم الله اني شفت خير صحبه بتعطيك حتى وائل على عيني وراسي معلومه يا عبد يا محمد. انا اسف وائل والله انا اسف يمكنني انا اخطيت. خلينا نتكلم. انا بقول لك شيء الله يحفظك. انا بقول لك شيء قعدت هني فهمت عرفتكم. في ناس كثير حلقتهم اقل منك ومستواها ما اقل منك فهمت. ويمكن انا اكون من ضمنهم فهمت ومضغطهم اكثر منك فهمت. ولكن ما قالوا احنا فهمت هذا الموضوع. خل انت واثق من نفسك ما عليك من حد. انا عندي لا بندفنا ولا فلان ولا فلان. عشان انت عندك عندك رساله ما توصلها ووصلتها انا لين ما وصلت رسالتي فيدل على انك افضل مني صح ولا لا. عبد الله بندفنا هي عشان ما نكبر كلمه قيلت ممكن هي ما حتتكرر. ليش هي اصلا هي كانت مره واحده حتطلع ولازم تطلع. كل شخص داخلنا يعتقد داخل انه مو هو الحلقه الاضعف. اذا حطيني وفي داخلك انت تعرف داخلك تجزم وتثق ان انت مو الحلقه الاضعف. هي داخلك المفروض ما تطلع انا طلعت اوكي غلط مني. بس كل شخص فينا داخله انا مو الحلقه الاضعف هنا اكيد خلاص ما يشوف طلعت مني انا خطا ممكن أتعرف. بس خلاص ايه حلو ايش كيف يا اخي ايش فيكم كذا. لا ابدا كل واحد له شخصيته. بالعكس لك شخصيتك كل واحد له شخصيته لي شخصيتي. خلونا لا 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 خلوكم من الحساسيات. طيب صلوا على النبي صلوا على محمد صلوا على هذا الحين قاطعتني الله يوفقك. بكره يمكن يستوي خلاف بيني وبين وائل بيني وبين فهمت خليك يا محمد. لا والله لا خلاص لا انا ولا اقلك انت زين زين اكثر من ذلك زين. طيب صلوا على محمد يا عيال في عشاء ولا لا؟ ها من الاخر ماشي عشاء بالله عليك صدق والله لو شي عشاء ما كليت اليوم اقسم بالله يا عيال لو في عشاء يلبيه. اقسم بالله ان كلامك على العين والراس وان هد اللي في النفوس صح. اهنيك على كلامك. وليش تعرف ده انا بعلمك اسمعني اهنيك على نفوس الكلام لا عليكم فيها يا شوراح. اهنيك على كلامك اقسم بالله ان العين والراس وهد اللي في نفسه صح وخليتها الحين ما عاد عيد الكلمه ابد اشكرك. لكني ما تمنيت على وليش لان الحين الناس بيفطنون شيء يمكن مفطنون اللي هو سالفه انه ملهوبين هو بيعرضها هو بيعرضها هو بيعرضها هو قال خفايا دي ما بي قدامه بعد هو بيعرضها هو قال بعرضها هذا هو ما قال بعرضها هو قال بعرضها هذه الشيء الزبده 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 الزبده. صلى على محمد اصلا ما تحبها. صلى على الله الله يا زين الكشخه يا زين الكشخه يا هلا مرحبا. بس لا تقول لي لحظه ما ادري عمرك يا ابو زين لك عارفونا بقى عارف ضيوف انا قايل له روح لبس ما ادري ايش عبد المجيد الفوزات سامي الغالي عبد المجيد الفوزات تكفى نادني تكفى واقول لك سامي والله اسحب علي ما هو عبد المجيد الفوزات ما هو عبد المجيد الفوزات عبد الرحمن كم سامي الغالي منك منك سامي كلنا منك كلنا انا غلطان هذيك والله ما عبرك انا غلطان والله ما عبرك كنت بمدحك والله والله ما عبرك. شوف ما جاي ارتبع لا مدحته شوف شوف ما جاي ارتبع وياه مع بعض عرفت حتى حق الراليات دقيقة دقيقة ناقصك الا اخوك عبد المجيد عبد المجيد دفنا دفنا ما جاي ارتبع اي مركز اخذ مال البرازيل تعال 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 من دفنا تعال يا عيال نروح لبيت الحكمة جكي نروح بيت الحكمة